السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الحمد لله اليوم الثاني من رمضان، ومعي الأخ عيسى المسلم الجديد من دولة تشيلي في أمريكا الجنوبية، وهو الآن معزوم عندنا على الإفطار، وسيتكلم عن تجربته في الصيام. أولا إحنا في بيت أبو زياد، أستاذ محمد قاسم، باشمهندس محمد قاسم، ومعنا الأخ عيسى أخونا ويتكلم عن يعني تجربته في الصيام. How about the first experience of fasting? It's interesting. no complicated moment. No complicated. But Alhamdulillah. I hope during all Ramadan I feel in the same. Yeah, Allah will make it easy. Inshallah. Allah will make it easy. The same. Inshallah. هو بيقول الحمد لله ما في صعوبة قبلته، لكن كان بيحكي أنه أول ما فطر على التمر في أمس في أول يوم من رمضان، تذكر أيام ما كان يقرأ عن الأطفال أيام زمان عندهم كانوا يفطرون على التمر، لأنه هو من سلالة الإسبان اللي جاءوا من الأندلس، فالتمر في ثقافتهم القديمة، فكان يقرأ في الكتب التراث القديمة اللي عندهم أنه كان الأطفال يعني يفطرون على التمر. فلما فطر امبارح أمس على التمر رق قلبه وتذكر هذه الأيام، أيام ما كان يقرأ في كتب التراث الخاصة بهم. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياه على دين الله، وأن يلحقنا بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته. وكل عام وأنتم بخير، ونشكر أبو زياد على هذه العزومة، ما شاء الله تبارك الله، أكلة سمك. عاوز ألف الكاميرا، مش قادر تلف. أكلة سمك أهيت، ما شاء الله تبارك الله، سمك مشوي شبار بتاع ده بلطي، وبياض مقلي، وسلطة ورز وشوربة، وما شاء الله تبارك الله حاجات جميلة يعني. السلام عليكم.